هذا اللي موجود عندك اعتراض على فقرة المطبخ، تقول ليش أربعة الظهور ما راح يكون متوازن بيننا، النقاط بالرغم أن الإعداد قالوا لك النقاط راح تكون بعددكم، يعني الآن ظهورك هذا كله ما وقفت إلا في هالساعة أو ساعة المطبخ أو تواجد أحد الشباب معكم في فقرة المطبخ، حسيت أنه يعني راح يجاكرك في تصدر المشهد. تفضل سؤالك على 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 الجانبين. موضوع مهند، زعلان انت على موضوع مهند، ان الناس زعلانه صح، ما لهم حق يزعلون لانك قلت مفروض ما رجع مهند. انا اقول الحمد لله ان فوقنا رب عليم، الحمد لله. هذا واحد شيء. الثاني ربي ينصفك لو كانوا العالم ضدك، اذا انت على حق. يوم طلع مهند هذا الانصاف بالنسبه لك. ايه بخصوص طلعت مهند، ايه انتوا تكلمتوا وقلتوا انت ضد مهند صح تذكر؟ الا اذكر. سكت لين اليوم. اقول انت ضد رجوعه، خليتها في صدري وسكت. ايه انا ضد مهند، ضد مهند لا حول ولا قوه الا بالله. ايه طلع نايف الرفيدي وجاء قرار من ابو سلطان انه يرده وانه يلغى البرايم. صحيح. ولا فيه اثنين، ولا فيه تصدر مشهد، ولا فيه اي احد، ولا فيه اي لا ما حد يقدر يتصدر مع نايف. ايوه يعني انتهى الموضوع. صح. ليش ما قلتوا لا نحن بدون تحيز نطالب ان لدينا سلطه ولدينا قرارات ولدينا قضيت روس تحت موس. لا لا لا, لا. يوم جاء العود تكلمنا تكلمنا. اول شيء لازم تفهم ان القرارات كلها موجوده عند ابو سلطان، هذا الامر الاول. الامر الثاني في بدون تحيز، لولا الله ثم بدون تحيز تراكم والله العظيم انكم ضايعين وما لقيت لكم درب يمه. ابى اقول لك هذا الامر الاول في رجعه نايف وفي رجعه مهند وكلها طالبنا وتكلمنا وعساكم سالمين، حتى نقاطكم نلاحق للمقدمين ملاحق عشان يعطونكم اياها. هذا الامر الاول. الامر الثاني كلمه الحق هنا نقولها على الجميع دون استثناء. الامر الثالث في عوده مهند لا يمكن لاي احد منكم أن يتصدر المشهد. ليش؟ لأن عودة نايف تفرق حبيب. لكن مهند عاد حيل الله أقوى، عرفت؟ جت فيه يوم طلع مهند قلت يعني ارتحنا في طلعة مهند. طيب بعلمك بشيء. ايه؟ محمد يوم تكلم في الموضوع ايه؟ تكلم في موضوع مهند ايه؟ و أعوذ بالله نسيت السكريبت. الله يهديك يا محمد نسيت. روعني محمد المنصور. اسم الله عليك يا حبيبي. موضوع مهند يوم تكلمنا يوم تكلمت فيه الكلام اللي انا اقوله نفس كلام ابو سلطان اللي هو انه يعني خلاص يلغى البرايم ويمدد. ما هو ما في تمديد، هو عاده اخر اسبوعين ما في برايم. طيب لكن ابو سلطان مدد. ابو سلطان عنده حيثياته، هذه حاله وهذه حاله يعني وهذه رؤيته يعني. طب انتوا الحين انتوا صوتكم يا طوله ويا يعني كثر ويا كثر ارهجتكم لين جاء ابو سلطان، ما اشوف احد منكم يتكلم. طيب يعني قصدك تكلموا يعني قصدك ابو سلطان ايد بعد نظري؟ ما ايد بعد نظرك. تفضل عادل محمد ناصر يعني. طيب لا صبر انت يا اسمع سم لا تايد تقول موجود انا ها وش أيه. يعني قصدك ابو سلطان يعني ابو سلطان عنده مشكلتين. اول هو من يقرر أول من فيها اول من تكلم في الموضوع هذا محمد بن ناصر. حلو. وقلبت وطالح عليه وقلت هو ضد اخيه مهند، هذا ما يبغي له الخير. أيه ما يبغي له النجوميه. صح صح, صح, صح وسكت. اي جاء ابو سلطان قال طيط لانها مختلفه، لان نايف كان خطا في حسبه النقاط وهذا كان خطا في حسبه الاسئله. مهند كان خطا من الاعداد. تدريش مشكلتكم؟ تدريش مشكلتكم؟ لا بس في النهايه الخطا يختلف، زي هذا حادث وهذا حادث. هذا حادني انت راقي شجره كلها، هذا حادث وهذا حادث انت راقي شجره الحين يا ابن الحلال. انتوا لو لكم من الامر شيء. والحادث هذا السواق هندي حبيبي مهند، ونعم بالهنود وجنسيه لهم احترامهم والود. انا اقول لك وتقديرهم يعني وما نسقط على اي احد من الجنسيات بالعكس، لكن الله يحفظك ويطول في عمرك. اذا كنتوا تملكون من الامر شيء، اذا جاء ابو سلطان تكلموا، ما تقعدوا تهبدون عندنا بس ولين جيتوا هنا. عجل خلاص. اذا انت تقول الكلام ده انتوا لا تحكموا في شيء. لا ما ما ما, ما توجهني في الشيء اللي انا خلاص اقوله. خلاص يعني انت لا تجي علي ولا لو لو, علي. لو هي لو هي عليكم مير ما رجعت ما رجعت اخوياكم. لو هي عليكم ما رجعت اخوياكم. سمي عادل خلاص حنا نحكي ما عليه. طيب. خلاص ابشر. المفروض اللي يطلع ابراهيم لا ترجعنا عشان ما يزعل محمد ناصر ويخطف من نجوميته اللي ملأت الوطن العربي. طيب
أول شيء صباح الخير. هلا. أنا بسألك بس سؤال واحد بس. تفضل. أنت تقول ليش تكلمتوا في بدون تحيز إنه قضية مهند الشباب قاعدين يتصدرون المشهد بينما نايف. وش؟ في بدون تحيز أنت قبل شوي أبيك تصحح لي هل صح ولا لا؟ أنت تقول في مهند قضية مهند إنه أنت تكلمتوا إن محمد بن ناصر يبي يتصدر المشهد هو الشباب. لا. طيب. لا. بلا بكملك بس بكملك وعطني بس. بس أنت تكمل لي خطأ. لا. الله يسعدك. أنا أقول لك النقطة هذه. اسمعني. أنت تقول إنه أنتوا في بدون تحيز تكلمتوا إن الشباب قاعدين يتصدرون المشهد في قضية مهند بن فردان. لا. بس إحنا تكلمنا إحنا إنه في مهند بن فردان كله بكم تبون تصدرون. أنا بحبك الجزئية اللي أنت تبغي تقول. بس ارفعوا لي صوت السبيكر لو تكرمتوا. أنا أقول لك إنكم أنا في موضوع مهند. أيوة. إنكم أنتوا قلتوا محمد بن ناصر ما يرضى برجوع مهند. حلو. لأنه. طيب. يدور. قلنا فعليا. طيب وفي عندنا نايف الرفيدي. ما قلتوا. وش نقول؟ إيه ما نقول تدري ليش؟ ها. لأنه ما يحق لك تتكلم. بعيدا على أنه نايف الرفيدي. بعيد. أنا أنتوا. قصر صوتك. قصر صوتك. دعم طاول. قصر صوتك. أنا أسمعك. أنا ما أسمعك يا عادل. لازم إني أرفع الصوت شوي. طيب ايش دخل ما اسمعك ما ادري هو متوتر شوي لا هو متوتر شوي شوف الاعدادات عندهم محيوسه هم. عند نايف رفيدي ما في احد منكم تكلم قال انا ضد عوده نايف رفيدي رفيزهم تدري ليش اول شيء عادل تسمعني ولا لا انك داعم طوفه طيب تسمعني ولا لا نايف رفيدي خطا من الاعداد مهند ابراهيم يطلع اثنين انت وين انت غادي صلي على النبي انت محمد بن ناصر تقول طب وجهه نظر بدون تحيز في قضيه عوده نايف وش هي في قضيه ايش افهمني يا محمد بن ناصر ربي في قضيه نايف الرفيدي ان ربي نصرني ولو بعد حين ليش كيف بعلمك لاني في موضوع مهند قالوا نطالب قلت انا نبغي على الاقل نطالب باسبوع زياده ولا يطلع اثنين في البرايم حلو قلتوا لا ما هو على كيفك عود دونك وانتمش على راينا معك قلت صبر قلت طيب يلا نمشي على رايكم وبسكت ممتاز اليوم جاء موضوع مهند قال جاك الشيبة العود وقال لك ايه نايف يعود ابراهيم ما فيه ابراهيم يلا تبدل طيب ويمشيكم على الجاد حلو لا بعد مشانا على الجاد الله يطول في عمره بعد مشانا على الجاد ما رجع ربعكم الا لنا لا ما رجعنا على الجاد توك تقول اسمعني محمد بن ناصر صوتك عالي جدا يا محمد صوتك عالي جدا يا محمد اسمعوا لي يا شباب احنا يوم قلنا نايف الرفيدي بعيدا عن نايف الرفيدي صعب انكم تتكلمون عنه انه انت قضيتك مع مهند بن فردان اللي ما نبي نرجع نفتح ملفاتها من جديد ليه نايف اسمعني ما نبي نفتح ملفاتها من جديد انت قلت ان عوده مهند بن فردان ليه نايف لا ترمي الكلمه وتطق نايف الرفيدي ما تقدر تتكلم عنه ليه ما تقدر تتكلم لانه من ضمن الجروب اللي هو من يكمل عقد اللولي ايه لانه هو من ضمن الجروب اليوم تفكك اكتشفنا محمد بن ناصر على حقيقته علشان اكتشفنا المره الثانيه انك ما سكت تسمعني ولا لا تسمعني اقدر اتجادل معك والله اسهل شيء اني ارفع صوتي اذا انت تسمعني ولا لا طالب كوفي انت بتسمعني ولا لا سؤال انت بتسمعني ولا لا بسمعك بس خلني احكي طيب خلاص اذا بتسمعني خلي اكمل النهايه خلني اكمل محمد ورد عليه وش المشكله اسلم معناه في الرفيدي انتم ما تقدرون تتكلمون لانه مكمل للجروب اللي يوم تفكك هالجروب اكتشفنا محمد بن ناصر على حقيقته صاحب النفس القصير من خلال مطامر الجدران من خلال الاعتراضات لانه فعليا لما ترجع للرياليتي ما في شيء يقدمه محمد بن ناصر ايش؟ لا عنده موهبه يستند عليها يعني تدعم الرياليتي في حال ضعف مثل سيف الزعبي الان قاعد يدعم الرياليتي الضعيف حقه بالموهبه بس ما توكله عيش يعني محمد بن ناصر لا رياليتي تواجد على البث دائما ولا موهبه رقم زياده عليها تشذيب في خويا عند الضيوف مثلا الضيف لما جاء قال والله هذا متسابق لما طلعت عرفت انه نرجسي والناس قالوا انه نرجسي فانا على حق من هو المتسابق النرجسي طيب انا بقول لك خلني اعود على عادل بن هيف لان رايي فيه قبل 10 ايام ولا محول انه ما زال متناقض وان شاء الله انه يصحح لي معلومتي وانا قد رديت عليك في المحور هذا بعلمك لا ما رديت لا قد رديت عليك اعلمك والله اعلمك بعلمك طيب خلاص تدرون ايش اقصد يا جماعه لا خلون انا واضح من مثلك كل يوم عندي كلام يوم قال ان وليد البحيح شي يتكلم ما يبي يتكلم
انت اللي تتكلم او تبغين اتكلم؟ يوم قال وليد الحين انت تقول انا اقول لك انك انت بشرح لهم انت تقول عند الجلسه انت بشرح لهم عند الجلسه لا تصادمني بالكلام هدي هدي انا بشرح لهم انا بشرح لهم لا تصادمني يا انا بشرح لهم شوف بتكلم خلني اتكلم انا خلصت اتكلم يلا خلني اتكلم انت تقول ان نايف الرفيدي خروجه انها الجروب اللي انتم مسمينه انه ياثر على محمد وانت قبل فتره تقول خروج وليد بحيح ياثر على محمد نعم نعم قلته يعني انت ما عندك راي واحد قلته ها عشان تدري قلته عشان تدري انك ابو خطامين اجاوبك ما عندك راي واحد اجاوبك الحين والله والذي نفسي ما يخليني اجاوبك 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 اي جاوب انا قلت يا جماعه الخير بدايه دخول محمد بن ناصر ان وليد البحيح يرتكز على محمد بن ناصر في حال خرج محمد بن ناصر ترى وليد البحيح انتهى صحيح. في بدايه البرنامج طيب. مش البرنامج كلامك. تسمح لي طيب مش البرنامج ولان هذا البرنامج برنامج واقعي الواحد ينجح واقعي مصطنع ممكن اكمل واقعي ممكن اكمل واقعي مصطنع كيف يعني ارجع ارجع واقعي بس اكمل وجهه نظري لا لا دقيقه اسمحوا لي اخوان محمد بن ناصر ذكي جدا يقول واقعي مصطنع عشان ما يبيني اكمل الكلام ياخذ المحور ثاني نرجع له بس اكمل واقعي مصطنع لا طيب هذا رايك بنرجع له وتقول واقعي لا مو اكمل يا استاذ محمد اكمل المهم ولان هذا البرنامج واقعي الواحد ممكن واقعي مصطنع اوكي بعدين كمل واقعي مصطنع حسب ما يقول محمد بن ناصر الواحد ممكن ينجم في 3 اسابيع بعدين يصير له دروب الواحد ممكن يصير عنده الرياليتي عادي رياليتي عالي في 3 اسابيع لا يكون مصطنع الرياليتي مصطنع بغض النظر ثم يصير له هبوط في الرياليتي في طبيعي جدا وليد البحيح وليد البحيح بعد ما مشينا في البرنامج صار هو الركيزه الاساسيه التي يرتكز عليها محمد بن ناصر لان هذا البرنامج برنامج واقعي رأيي تغير من الأسبوع الأول إلى وتغير في الأسبوع الرابع لأني أنا إنسان واقعي ماني مثلك واقعي مصطنع طيب ونايف الرفيدي يمكن تقول إن ارتكازي عليه خلك خلك عادي يتغيرون إلا أنت لا تتغير خله 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 يرجع الحين الواقع الواقعية اللي أنت تقولها أنك تقول عن واحد من أخوياك إنه نرجسي من هو أنا قلت إن خالد خالد السهلي خالد السهلي في حلقة أيوة. ركان بن ملهي أيه. يوم كان ركان بن ملهي ماخذني في فقرة سألني سؤال عن الأهل إيه؟ أو سؤال عن شخصيته إيه؟ قلت له خالد نرجسي بوجهة نظري أنا إيه؟ أن خالد نرجسي وش معنى وجاوبت نرجسي؟ الإجابة وطلعت الإجابة صحيحة وكيف عرفت أن الإجابة صحيحة؟ أنا سألت نزلت عند الناس سويت تصويت سويت عينة كيف عرفت أن إيش؟ أن نرجسي كيف معاشر الرجال يمكن 54 إيه كيف عرفت أن نرجسي؟ مدحة ولا ذمه تركي في ديتك سالفة النرجسي والعصبي والاندفاعي والهجوم وش معنى نرجسي طيب خلنا نسمع تعالي بعلمك لا لا خليك من وش معنى لا 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 معنى نرجسي لا أنت بالنسبة لمفهومك تقول شلون عرفت انه نرجسي انا اسأل 6000 سؤال انت بالنسبة لك وش معنى نرجسي انا ما انا على كيفك ترجع علي وتقول جاوب على السؤال وش معنى نرجسي انا اسأل هنا لا لا انا اسأل هنا لا لا انا اسأل هنا لا انا اسأل هنا لا لا انا اسأل هنا لا لا انا هنا اسأل سؤال وتقص منه مالك وش السؤال اللي قصيت منه انت تقول وش شلون دريت انه نرجسي يلا وشلون دريت انه نرجسي من خلال معاشرتي له حلو وش معنى نرجسي وش معنى نرجسي عندك السؤال وش معنى نرجسي عندك الجواب اسالك اسالك انت لا خايف تتناقض خايف تتناقض خايف تتناقض في بطنك لا 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 انا مثل خالد انا مثل خالد انا مثل خالد لا ابشر خالد لو في مكانك قالها وزي ما بغى تطلع يا رجال ما حد جاي لها لا لا والله نقولها والله نقولها اذا كنت تملك الجواب قول لي وش معنى نرجسي الاعلام وش معنى نرجسي الاعلام يا اعلام الاعلامي ما في حلف الاعلامي لا لا ابشر لا الاعلام ما في حلف وقال وقال بيننا مشاكل وانت اللي رديت لا تحلف يا مسلم ومسح وفضح الوجه ليش هو متوتر انت سبيته ليش وش معنى نرجسي يدري النرجسي يا اخي علشان تدري ما يعرف يا تركي علشان تدري انكم مطبق على عروسكم قدور ان هذه في فقره لا لا القدور عندك وهي تطبق على راسك سؤالي وش معنى نرجسي هذه في فقره رسميه محمد ناصر انت داعم طوفه في فقره رسميه انا قايل خالد نرجسي والضيف اللي امس جاء الضيف محمد ماجد حلو وش سولفت انت وياه عندك المقطع ليش مزعلك خالد لهالدرجة عند ركان وعند الضيف وتشكف عند الإعداد لهالدرجة خالد يغيظكم يسبب لك مشكلة علشان تدري انك ما انت بداري وين هي تقرع سالفة انا ومحمد ماجد نتكلم في الشخصيات فضربت له على سبيل المثال الموضوع ذا حلو يعني ما عندك الا خالد لاني ما عرفت الا خالد عرفت الموضوع
مو بنت تقول 54 يوم تكتشف العصبي والنرجسي واللي يضحك ما عرفت الا شخصيه خالد اسلم ومصر. حتى لو يمكن يوم يقول نرجسي لا ما اتوقع بعد خالد حتى نرجسي، يمكن مشكله ثانيه مو بالنرجسي. محمد كمل كمل بس هو بس هو لحد الحين شايل في خاطره البزنس 45 يوم طلع خالد هنا ما يلام وكشف اخوياه ما يلام يا محمد عادل. لا 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 ما يلام ما يلام ما يلام محمد ناصر. لا لا ما له 45 والله العظيم ما يلام ابو ناصر. وبيض الله وجهك على ذيك الوقفه يا محمد. مع اني بختلف بجيب الكلام بختلف معك قدام، لكن عز الله بيض الله وجهك ذاك اليوم يوم الوليد البحيح ما طلع، ويوم العيال كلهم جلسوا طلعت يا ابو ناصر وسكت الرجال. يوم ان الكلام هذا يخص انا بقول الا يدي معيدك بس ارجع انا ان شاء الله نطلع من الموضوع لابو ناصر عشان لا بعرف برد على جزيبي. صبر انا ان شاء الله ما اسكت خالد ولا اقول فيه شيء، لكن بقول لك انا ودي اني افضفض الى قدني بفضفض افضفض الحرب مو بنتو لانكم انتو جهه مضاده. لا لا يا سلام مو من حقك تكبن العشاء عندكم انتو تعطون البشائر على الفتنه صح. انا ابغي اطفيها من عندكم بس صح ومليون صح يا محمد ناصر. اذا تجي هنا وبعدين ترجع لا والمصيبه وين انك بعد كم يوم ترجع وتتكي عند عامر والعيال تقول اسمعوا مو كل الواحد يجي يتكلم عند اخوياه سبحان الله في اسبوعين خالد السالي يتغير. المهم ما علينا في الكلام هذا ابو ناصر. بعض المصطلحات عندك قويه ابو ناصر علينا هنا وحنا ما نقبلها يا اخوي. نعم. بس انا تقول عندك اقدور فوق روسكم ما ادري وش وسواقها هندي وما ادري ايش وهذا كلام ما يصلح يا محمد ناصر. هذا تعبير مجازي يا ابو من منصور. اشجع الناس في المواجهه صح. صح. يوم من غيرك وانت تدري من اقصد حتى في جلسه والله العظيم انه شجاع والرجال يجي هنا وياخذ ويعطي الموت غيره الموت وانت تدري ما اقصد مع اني ادوره كم يوم ولا لقيته محمد ناصر. هذا تعبير مجازي. انا قلت له عادل بن هيف واشرف في راس عيطه واقول عادل بن هيف متناقض غير يجي. اوكي اوكي لا 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 هذا لا 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 عادل هيف يقول الحقيقه يا محمد ناصر وبالارقام يا اخي علشان تدري ان انا حب الحسبه يقول انا صار نفس قصير عادل انا صار 54 يوم يمكن اني وصلت. خليني اتكلم محمد البرنامج مصطنع تسحبها تعتذر منها ولا تؤكدها؟ لا برنامج مصطنع. نعم انا وايش الكلمه اللي انا اقول البرنامج الواقعي برنامج مصطنع. انا مثلا اعيش واقعيتي مثلا يعني ان شاء الله ان المشاهد 100% ان مثلا اني احط ثوبي وامشي بسروال يا فنية. سلام عليك إيه اذا كذا توضح الفكره. لا لا فعلا لا لا البرنامج ما ينفع له واقعيه 100% لها شوي حدود وفعلا بس النهايه ما يصير حلال. هذه هاجه يا ابو. لا لا في النهايه ما يصير رجال تركي اللي نقص رجال يقصد برا الرجال انا بس انك رجال برر يا تركي حتى في بيتكم بقد تمشى قدام لا 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 بس في النهايه الواقعيه 100% تنفع للشاشه. لا لا تركي هو كلامه اسمع كلامه واضح قال لك واقعيه مصطنعة. انا سالت واقعيه مصطنعة انا علي من اجابته علي من اجابته الحين وانا ملاحظ كم فتره على بعض المتسابقين مثل خوينا ذاك اللي من هو اللي ما يسمي ناسيه انا ناسيه من على لا اسمي خايف ولا لا لا من هو عاد اشباه محمد ناصر لا يوم نقول له عد ولا يعد ها الاسامي من هو والله اني ناسي من هو المتسابق اللي يقول لك سم ذا ويقول لا ما سمي انا واجد معاذ معاذ اي لا احد معاذ جاء هنا ما قال انا سالت محمد بن ناصر عشان اخذ منه الاجابه ايه؟ والرجال وضحها فعلا ايه؟ في النهايه البرامج الواقع ما تنفع لها الواقعيه 100% وهذا خطا بس يجيني مثلا يقول هذا البرنامج تسوون احداث وتسوون شو لا 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 ترى تراجع هذا غلط محمد لا 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 راض راض تسمح لي الرجال برر تسمح لي ابو منصور بعد اذنك طال عمرك انا اليوم تطفلت عليك واجد يا حمون عليك حمون حمون لان هذه النقطة بس لو تسكت اول ما ابي اصبحك الله بالخير يا محمد بن ناصر مرحبا يا ابو حزام محمد بن ناصر انا اضم كلامي لمحمد بن منصور انكم انت في حاجة اسقاطات انت ما شاء الله تبارك الله حجة في النقاش ولا انت في حاجة حتى تسقط ولا تخطي على على بالنسبة لكم بالنسبة لكم ترى بالنسبة لكم انا يعجبني نقاش اي بالنسبة لكم انا ماني بقايل النقاط اللي قالوها الشباب ايه يعني الشباب قالوا انك كثير الاعتراضات يعني كانك تحب نفسك والاول يقول من حب عمره بغضه رفيقه لا ولا نقول تبقى لها حلوق يا سالم حزام ولا نبقى اصلا ايه الحقوق تبقى لها حلوق انا ما نبقى اي ما اضحك قبل شوي ولا نبقى قايل انك يعني تعتقد ان خروج الحقيقه حقت مهند انها انتصار يعني ما فيها انتصارات يعني نقول انها ان شاء الله يعني
تكريس قضية ولا إحقاق حق. لا ما في انتصارات. الحزاوي فضل الخير في الميدان. طلعتوني الصورة وقلبت الجمهور علي يا سلم حجام. ما خال ما خال أبغاك تجاوبني الآن محمد ابن ناصر، قلت برنامج واقعي مصطنع مع عادل بن هيف، ويوم جاء محمد منصور أنت ذكي، قلت اني ما اطلع في نيل ذكي ويخاف من الجمهور. لا 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 يخاف من الجمهور. لا لا اليوم في المطبخ مع مفلح المشعلي قال له مفلح المشعلي وش الشيء اللي تحسفت عليه يا محمد بن ناصر؟ قال انا نادم على مشاركتي في البرنامج البزنس اثنين. محمد انا ما بيناقشك ولا هيب ولا لا ما يصير انك تتهمني ما تبغيني اناقشك. ابيك تعلمني ابيك تعلمني ابيك تعلمني يا محمد بن ناصر. طيب انا ما نبي انك تفوز ولا نفوز ولا تغلب. لا ما لخص سالم بس والله انا العظيم اني ابي افهم وش انت يا محمد على الشحن. محمد خلني حطني الصدق بس. طيب ابغى متسابق اعطيني الصدق الرابع. ابشر يلا انت تبغي كلمه واحده ولا كلمه واحده؟ كلمه واحده اوضح لك. طيب. لا 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 استرسل ما خالف. طيب عادل بن هيف يوم تقول اني انا جاوبت عند محمد المنصور ايه؟ وعادل بن هيف ما جاوبت عنده محمد المنصور ايه؟ بعد ذكي ايه؟ سالني وش معنى الكلمه ذي. طيب مثلا ان انا ممكن محمد منصور يفهمها من منظور بس عادل بن هيف تشوف اللي اعور من صوبي هذا عور. طيب ما خالف ما سالني انا اقول واقعيه مصطنعه. انا مو بخوف من جمهور ايه شوف ايه انا بقول لك واقعيه مصطنعه ايه مستحيل 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 انك تعيش على كيامر مثل ما تعيش في بيتك. كيامر يعني كاميرات. اي حلو. مستحيل انك تعيش مثل ما تعيش في بيتك. طيب خذي تحسفت انت عطني الندم بس. انت تقول ان محمد قال اني انا نادم اني انا مشارك ايه في برنامج. لا انا ما قلت الكلام ده. انا قلت اني انا فعلا قال لو يرجع بك الزمن وتغير شيء ايه؟ لو يرجع بي الزمن واغير شيء ايه؟ كان ما فهقت شغلي اللي عندي ودخلت في برنامج. قال لي ليش؟ قلت البرامج الواقعيه المفروض اني بديت شغلي عليها. ليش؟ لان اذا انت تقول ان فيه شيء لا ترفع سقف التوقعات وتنصدم بالواقع. طيب فممكن اني انا رفعت سقف التوقعات في البرامج الواقعيه ايه؟ ويوم جيت على ارض الواقع انصدمت ان انصدمت بايش؟ ما في جماهيريه؟ ما في جماهيريه؟ ما عندي ايش؟ ما في جمهور يعني يحمل قطعه العمل؟ صدق انت تفيدك بس أنا والله العظيم والله اني اناقشك صدق والله ما نبي لا تساقر ولا زين بقول ايه؟ تفكيرك في الجمهور هذا بعده خلي يولي يلا خلي الشيء ذا على جنب على جنب يلا. انا اقول لك انا اتكلم في البرنامج الواقعي. الجمهور ما له خص محمد ما له خص. انا اتكلم في البرنامج في غالب البرنامج الواقعي ايه؟ انه مو هو اللي على في بال محمد. يعني محمد كان وش ناقصه؟ وش اللي في بالك؟ وش اللي في بالك؟ اظهر اللي في بطنك. ايوه اول شيء انت تدري انها انا عندي الجراه اني اقول لك وش النواقص اللي عندك. اي والله أيوة. انا اشهد انك تقدر. انا اقول لك اول شيء الاداره غير متعاونه. غير متعاونه الاداره؟ اي حلو اي عطنا عدوا الصح الربع. ثاني شيء الاداره اللي هو سامي الجعوني غير متعاون. ابشرك اي انقد لي فوق الشهر نقولنا يا جيل افتحوا في الطوفه افتحوا في الطوفه تاهو انكتمنا يا رجال الاشياء والدنيا كل شيء كاتب من علينا. طيب روح روح صدق روح 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 الله يشغلك روح. طيب محمد بن ناصر شوف انا اشوف يعني محمد بن ناصر يعني بغض النظر مبرراتك اللي مع الاداره انت تتواصل مع الاداره وانا اعرف جيدا ان الاداره كانت متعاونه مع الكثير من المتسابقين. لا اعلم يعني محمد بن ناصر مثل اللي كان معنا امس في الكافي شروم ذكروني يا جماعه الخير من اللي امس معنا في الكافي شروم ما ادري عنها اللي مثل محمد العويسي والذي يعيش على يعني ثقافه الاستقصاد واهل المجره. الاداره متعاونه مع الجميع وعلى مسافه واحده من الجميع وانت تعرف الشيء هذا محمد عادل 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 لا تقول شيء لا 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 صبر علي لا لا عين خير. اقول برامج مرت على قناه الواقع يا محمد بن ناصر ما كان عندهم الا لوكيشنين ورجل ابدع ومدرب انا مكبور اعيش مثل لوكيشين. لا سلامتك لا تحط لك شماعه لفشلك في برنامج محمد بن ناصر لانك انت ما لا تحط لك شماعه. لا 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 يقدر يحصل مليون شماعه. شوف والله اني احصل مليون شماعه يا محمد بن ناصر. شوف بترفع اللي بيفشل بيلقى له مليون شماعه. ارفع صوتنا برامج مرت يا اخوان تدري ليه؟ يا اخي برنامج السوق عادل اول برنامج عادل ما كان عندهم لوكيشين يا جماعه ما عشت انت في لوكيشينين ما زالوا مكتشفين هذا المشكله في شخصيتك انت لانك شخصيتك انت ما طلبت انت بحقك
ولا كان عطوك اياها الرياجي. لكن انت مع الاداره، مع الاداره انت هذا ما له علاقه بظهورك، ما له علاقه بظهورك الضعيف، ما له علاقه في ظهورك الضعيف في البرنامج. يا اخي انت تتكلم في شيء ما تفتح مخك له. انا اقول لك يا مسلم، الى قد كنت تقول احنا عشنا على لوكيشنين، انا ما انا مجبور اعيش مثلك. ما انت مجبور؟ لا عشان كذا تطمر الجدران تبي تطلع ابراهيم؟ لا ما انا مجبور اني اعيش مثلك، انا بطالب بقول نعم. لا لا فيها طيب عشان اوصل لك، عشان اوصل لك، عشان اوصل لك كيف هو حط المشكله في فتحه الجدار. عندكم مشكله، كل مشاكلكم مع سباكين وكربان. يا ابن الحلال والله العظيم ان بعض المطالبات ليست الا ظاهره صوتيه، هذه مشاكل. اسمعني اسمعني الله يهديك، اعلمك بشيء محمد، انت انصدمت، انطلعت 24 ساعه شفت انك انت اعتقدت انك انت شيء، وانت فعلا ما وصلت للشيء اللي انت توقعته. أبشرك اني سويت كل شيء، ممكن صدمت في الجدران، صدمت في الجدران، بقول لك حاولت انك انت تنعزل عن الشباب. اعلمك بشيء، انت ما تدري الان، تدري انت الان وش مشكلتك؟ محمد العويسي علشان تدري بالاداره، تدري ان محمد العويسي عنده حاله وفاه، وانهم قايلين احنا بنخصم من نقاطك، واني داخل انا في دقيقه 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 لا تفضل، انا داخل في الاداره وقلت لهم محمد العويسي ما يطلع من نقاطه. دقيقه دقيقه خليني دقيقه دقيقه هذا اللي عندك ما تملك كل شيء. انا شخصيا دقيقه تعال تعال تعال. طيب عشان تكون في الصوره بس، ما يحتاج بس تزاعق وتسوي النون وما يعلمون. انا يومي اسمعني وحول الحلال، اصبر بالحلال، انت عذب الله رزقك محروق يا ابن الحلال، ما قاطعتك انت ادري ان محمد العويسي مختوم عليه يا ابن الحلال. لا لا انا جاي، انا جاي وموجود، انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي انا اتكلم من الجدي ولا انت تتكلم من الجدي؟ اسمعني بس، لا تكلم علي، لا لا ما يدري والله ما يدري. لا هذه دلعة الحلال، يا ابن الحلال اسمع بس، اسمع يا ابن الحلال بس، جاي انا جاي وعند مكتب الاداره، وانت والله ما تدري وين هي، وين هي رايحه. والله اني جاي، والله اني جاي، وانا عند الاداره ومحمد العويسي موجود. والله ما انت بصادق، اسمع اسمع، انت تدري في قرارة نفسك انك الكلام هذا مو صحيح. انت يا محمد انت مسكين، يعني المسكين انت في زاويه، في زاويه انت مسكين منها، واللي حطك في المكان انت مسكين، لانك تدري اللي حطني هو اللي جابك، وحاول يصنع منك نجم يقدم للجمهور، لكنك ضعيف، ما تدري وين انت الان منغاض. انت وجهت على الاداره، وجهت على خالد السهلي، وجهت على العويسي، انت مثل الغرقان، غرقان صرت تمسك العويسي، طلع بنقاطه العويسي، العويسي له لسان يقدر يتكلم. لا لا عشان تعرف انت لست محامي، ما قدرتني وانا عندي حالة وفاة، فمتى هي تقدر؟ لا لا الإدارة مقدرة، مثل ما تبني مني أظهر على الشاشة موجود. لازم انك تعطيني انا حبوبي. جيت والعويسي موجود، لا لا ما حقه كامل، ولا والله ما انت صادق، مو تجي انت في عندنا راشد الاعداد، وعندنا محمد عيسى، وعندنا اباضه، وانهم يدرون ان الرجال طالع بنقاطه. غير صحيح، غير صحيح، واني دخل كلامك مردود عليه وغير صحيح. ان كان هو ان كان مردود عليه، فانا من عقب ما دخلت عليه انا ومحمد عيسى في المكتب. لا لا كلامك لا، ما يعني انت اللي غيرت كلام محمد عيسى؟ والله يا ابن الحلال، يا ابن الحلال انت غير من ادائك، يا ابن الحلال غير من ادائك. لا علشان كلامك ما تدري، شفت انه ما يدري يا رجال، لا ما يدري يا ابن الحلال، والله ما تدري وين تقرا، والله انك تهبد محمد، والله اسمع انت ما تدري وين، شفت العويسي؟ يلا بروح للعويسي، من هيف الربع ولا اللي عندك؟ ونعم فيهم، ونعم فيهم، والله ونعم فيهم جميع، ونعم فيهم جميع، ما تدري بشيء لولا الله ثم تواجدهم انت موجود على الكرسي. يا ابن الحلال اسمعني 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 يا ابن الحلال اسمعني، انا انصحك انك تصنع قصه وشو بس مع خالد، تكمل فيه بقيه البرنامج ما طلعت بكره. سلام عليكم استاذ ناصر، على كبد على كبد يا ابن الحلال، ولا عكبت والله ما دريت عينك يا ابن الحلال، والله يا ابن الحلال فجع عينك، والله اني على كبدك واني فجع عينك، والله ما دريت عنك يا محمد. تدري توني ادري عنده متسابق يوم شفت السكريبت. زين بعلمك المثل، تدري كم كبدك يلحسها سواعد ولا ما تدري؟ كيف ابو ناصر؟ كيف محمد؟ كبده كان هي يلحسها سواعد. طيب الكلام هذا انا اقدر اقوله، ترى بسيط بسيط عادي، وش ليش انت ما انت داري وش اسمع اسمع اسمع، الكلام هذا انا اقدر، المفردات هذه ترى ما هي بصعبه علي، لكني انا قدام شاشه واتكلم بالكلام ده ما في شيء، لا 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 احترم الناس، لا لا احترم الناس في الفاضل. السواعد انت عارف وش اهدى 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 انت والله ما انت داري وش اهدى. طيب اهدى، خذ شهيق وزفير وريح، وخل خالد السهل يجيب لك نعناع، تمام؟ شوف اخذ وش بعدين اذا
بعد البيت الشباب يعلمونك. اسمع ابى اقول لك شغله، اول شيء دليل على ضعف، دليل على ضعف، اول شيء ترك الموسى يوم قال، يوم قال انت مسكين، كلنا مساكين، كلنا مساكين البشر، لما يقول ضعيف. اسمعني، لا اسمعني، انا اكلمك تسمعني استاذ، اكلمك تسمعني. انا اقول انت ليش تتوتر مني؟ صدق انت ليش تتوتر مني يا محمد؟ انا وايش ليش تتوتر مني؟ اسمعني، قول ليش انا محمد الاستاذ تركي لما يقول لك انت انت مسكين، ترى كلنا مساكين، لما يقول انت ضعيف يقصد كاداء، وانت عارف الشيء هذا، ما يحتاج تاجج الموضوع وتخليه صرع كحجه، كاداء وكحجه ضعيفه كلها. وابين لك ان محمد بن ناصر، شوف ابين لك ان محمد بن ناصر قاعد يفتري على الزملاء في الاعداد وفي الاداره جهارا نهارا، يقول انهم مطلعينه بالنقاط. لو كان هذا صحيح كان اقل شيء محمد العويس يتكلم مع واحد منا. إذا محمد العويس يتكلم معنا عشان تدشين شيلة وتركي الموسى زاعدة، أما بالك الأمور ثانية. محمد العويس تسمح لي خلص بس، جايك هنا علشان تدشين شلة، تسمح لي، هو داري إنكم أنتم ما تسمح لي، تسمح لي، هو داري ما أنتم جايين له لا حق ولا باطل، تسمح لي، بقول لك شيء، بقول لك شيء، بقول لك شيء غير كذا. أنا أعرف أن الإدارة متعاونة مع الجميع، ومن المستحيل جدا، ما أنتم صادق، مثل ما مروا، مثل ما مرت علينا حالات وفاة، صحيح، مثل المتسابق الجميل طاهر، ممتاز، كان أقول تفضل تبي تطلع أطلع في النصف الماضي، أطلع محمد عيسى نفسه ما هو شخص ثاني، أطلع بدون نقاط، هذه حالة وفاة، لا تجي وتدلس الأمور. إن كانك صادق ولما يجي اسمع، دخل محمد عيسى اسمع، وقل له محمد ناصر دخل عليك في المكتب ولا لا اسمع، ايه والله لما ولما تجي لا لا ولما تجي تقول محمد العويسي، محمد العويسي جايكم هنا، لا لا دقيقة دقيقة دقيقة، يا قعد زين ولا يقفح، عدل جلستك محمد، تكفى بتناقش معك شوي بعد اذنك، يعني دخل محمد عيسى بعد اذنك لو سمحت، عدل جلستك، احتمي كلمتك لو سمحت، عدل جلستك، نزل رجلك لو سمحت، وقول محمد العويسي هو طالع من نقاطه ولا لا، لو سمحت نزل جلستك، وقول له انت قدام شاشه، نزل جلستك، داخل معك في المكتب ولا لا، طيب لو سمحت نزل رجلك بس لو تكرمت عشان اكمل معك النقاش بعد اذنك، هذا هذه جلس، هذه جلستك، اجل انا اعتذر اني اكمل النقاش، حياك الله، حياك الله، انا اعتذر، انا اعتذر، انا اعتذر، الله يستر عليك، انا قال لك ترك الدوسري نزلها، نزلتها، انا اعتذر، وايش ايه يا يعدل جلسته ولا نقطع، يا يعدل جلسته ولا نقطع، يعني زودي يتقول على محمد عيسى الاجودي الضعيف، وانا المشكله اني موجود مع العويسي وسامي كان موجود، يب والله بعل عزتي لك، والله عزتي لك، محمد عيسى لو انه يبغي يطفي عليك الاعداد كان طفاها، والله العظيم انك اجودي يا محمد عيسى، انه يسوي شيء ما تسويه يا ابن الحلال، عساك عساك سالم يا ابن الحلال، لو انه يدخل عليك يا ابن الحلال، عساك سالم يا ابن الحلال، عساك سالم، والله العظيم انك تدري محمد عيسى يسوي شيء ما تسويه، والله انك تدري انك تقول كلام بس، والله رحبه، والله انك، والله انك تقول تدري يا ابن الحلال، عساك سالم، بس ابو ناصر، عساك سالم، ابو ناصر، ابو ناصر، ابو ناصر، عساك سالم، عساك سالم، الحين طيب سؤال، شخصيتك، شخصيتك انت نرجسي ولا عنفواني ولا متسرع؟ والله ما هو بشغله، انت اشوفك متشبث، متشبث في الزملاء بس، العويسي متشبث بالحجج، اي بالحجج، العويسي طلعوا عبد النقاطه، وش دخلك في العويسي، خليك في عمرك، خليك في، خليك في جدرانك اللي تطمنها يا ابن الحلال، الاداره، الاداره اللي جابتك انت متسرع سابق اليوم، واحنا يعني الاداره جابتك متسابق، الاداره جابتك، قدمت عليها واختارت لها فضل، ها لها فضل، يعني انت اللي لك فضل، وين انت اللي لك فضل، ما له حد فضل، يعني في داك قدمت وجابوا، قدمت وجابوا، لا 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 ما. طيب ابو حسام يقول ما حد لي فضل، ها هذا انت، لا لا ما قدمت، ابشر انا اختاروني، اختاروني من بنت الجماعه، اختاروني، لا عليك تسلم، طب اسمع اسمع دقيقة، ورا ما قدمت مقدم انت ممكن يجيبونك مقدم، من انا اقدم هنا، ورا ما قدمت مقدم، ليه اقدم؟ لانك متسابق، لا 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 ما قدمت مقدم، انت متسابق، انت من جاي متسابق، انا 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 هدفي في البرامج الواقعية، مو بهدفي تقديم، وش هدفك؟ انا قلت لك اني هدفي اني اجرب البرامج الواقعية، لا تقعد مع انت محور الكلام وتدري يا ابن الحلال، عساك تسلم، اللي يبدع لسانه الحية، اذا انت حية قول انا حية، تسمح لي تركي بعد اذنك، بعد حياك الله ابو ناصر، ابو ناصر انا عندي، لا انا كنت في قبل ثلاثة ايام في قطر في الدوحة، في كل من قابلناه يوصينا على ابو ناصر الرجل، لا تقول ذا تركي بيزعل عليك،
ترى هم يزعل والله هم يزعل هو عادل بيزعل جمهور هناك زعل ابو ناصر زعل لا جمهور جمهور لا تسبب في قطع رزقك يا سالم الدوحة لا 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 اي ربع ربع ربعك وعيال عمك طيب عادي محبينك شو انا عندي سؤال يا محمد ابو ناصر ربعك وجماعتك ومحبينك ديرتك ابو ناصر محمد ناصر عنده جمهور بس صاحب نفس قصير على وش يعني رجال عادي عادي صاحب عادي ترى الجمهور يجيك يعني في واحد ترى مشهور في تيك توك ان جمهور جايه عشانه يلعب بحاجبه فلا إيه؟ تحسب انك كسرت انجاز انه الجمهور جاك هذا انت جاك جمهور هذا انت زعلان هذا انت زعلان ومتوتر وجالس انت حتى في البث انت سيوفي يا سيوفي اخر سؤال عادي اخر سؤال يعني محمد بن ناصر اي عادي اقول لك اي بس انت لا تتوتر اي انت لا تتوتر تعلمتها منك لانك نجم فانا من جمهورك انا يوم شفتك سويت هذا الشيء قلت له شكله يجيب جمهور فسويته هذه اي قالوا محمد ناصر بين تركي بسجل ثنائيه بينك وبين ابو ناصر اخر سؤال اخر سؤال محمد بن ناصر ثنائيتي يا ابو حزام ما يخالف الله يخارج منك انت تخوف يا ولد اسمع ابو ناصر ابي اسالك سؤال لبيت مكه وش معنى نرجسي صدق والله انت اشوف انا بقول لك انا اللي انا اعرفه عنك يا سالم حزام انك انت كاتب نعم ومثقف نعم مع يعني مع انك بعض لما تجيب العيد اركض 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 صابر وش مفهومك عن النرجسي وانا برد عليك يلا انا بعد طب تقول هو اللي يسال اذا انا اكتفي انت سالت ويجاوب صباحك سعيد يا ابو ناصر يا ابن حول اسمع اسمع نرجسي من شيء يعني في ناس مثقفين ترى في البرنامج فقالوا نرجسي حسن الكلمه زينه وهبدها في خالد هم ما هبدوا الا بخالد اي وش نرجسي يعني ورده النرجس وكذا قال نرجسي شوف ما اتحدى يقول نرجسي خلاص انت قطعت انت يا تركي ولا لا ان شاء الله اعلمك الاحترام بس سالم طلبني وسال سؤال وسالته هو بيجاوب وقطعت انت عليه الحديث هذا مو المفترض انك ما تملي زي ما تقطع الحديث في فقره عزيز اليوم ودور عليكم يعطيك لكن خليني اجاوب على نرجسي يا ابو حزام ابي اسال اول شيء خلني ارد على رفيق خل رفيقك يرد وارد عليه طيب خلني رفيقي له لسان وياكل لا لا رديته ختم انت عليه ما خل نرجسي ابغى عزيز انا اليوم عزيز في فتره من الفترات كان بينه وبين محمد بن ناصر يعني مشكلة هو محمد بن ناصر انسحب من الفقرة صح محمد صح اصطنعها محمد ناصر بس ما طلعت على صح لي لا ما بيني وبينه مشكلة ما بينك وبين شيء اليوم أنا جيت تشرع عزيز عليكم اليوم أنا جيته في الفقرة أيوة وقال لي محمد انتظر أنت وين كنت قلت أنا عند الإعداد طيب قال انتظر بكلم الإعداد يردون علي خبر صح. قلت له على خشمي وجيت وقعدت صادق وعقب سر الليل يوم قدر الحلقة بتنتهي قلت له عزيز اذا انا لي وجود في الفقره ولا علمني علشان اطلع وش قال اصبر انتظر الاعداد قلت له على خشمي المره الثالثه قال الاعداد يقول انك انت منتم عندهم قلت له طيب يا عزيز ما دام ان الشيء هذا موجود لا خلني انسحب خلني اصبر بعد انت والله ما انت داري ان الارقام وعقب يا محمد وعقب والله ما انت عارف برنامج البزنس كونه سالم حزام ومحمد عيسى وعقب وعقب ها وبعدين بعدين قلت له المفروض انك انت ما تخليني انطر انك تقول لي اطلع من الفقره حق طيب. من حقوقك انا اخطيت من حقك وتعذرت بس انك ما تنقعني نعم نعم من حقك ولا الحق طيب اليوم ليه يتشرع عليكم اليوم ايش يتشرع عليكم عزيزي اليوم اي تشرع علينا تشرعه محب قالنا عتبي عتب محب واني انا اسمع فيكم انكم تحاكون ايه يتكلم بصفه عامه طيب قلنا له ابشر ولا عاد احنا متحاكي وبس طيب له حق يتشرى ولا بس يبي له اي له حق ولا عزيز كل مقدم يجي يسقط على لا عزيز اخ ورجال اني اعرف كلمته يثمنها طيب يوم بعض الرياجيل ما يثمنون كلامهم يا سلام بعض الرياجيل ضيعت الحكم بعض الرياجيل اللي قد يتحكى وياك دلع لسان محمد ناصر قبل شويه انت تقولها انت ما دخلني ومخليك واقف كذا لا اعطاك علم ولا حقه انا مقتنع عليه انا مقتنع عليه لا انا متاخر في النهايه في فقره في متسابق يجي يحترم الفقره حقت عزيز ولا يا عزيز اخصم مسألة أنا أبادلكم الحب وأنتم تبادلوني الحب وكلام ما أدري وش ما يرفع على عزيز هذه الفقرة الأسبوع اللي طاف محمد منصور هذه الفقرة الأسبوع اللي طاف وقلت له إذا أنا متأخر
قل للإعداد، قال خلاص الإعداد يقول إنك أنت ما جيت. وش عقبه؟ أي قلت له المفروض إنك ما تخليني أنتظر. يا سلام. أي تجادلت معه، تجادلت معه وطلع. تدافع عنها أنت الحين. محمد بن ناصر، سؤال بسيط بس، المشكلة اللي صارت في فقرة عزيز أول اللي يوم أنت قلت ميد عزيز أطلع ولا ما أطلع، قال انتظر لين يجي الإعداد يعطيني خبر. أنت كنت متأخر عن الفقرة صح؟ وكنت عند الإعداد وجيت دخلت الفقرة، إيش قال؟ قال ما راح تشارك معي في الأسئلة، صح ولا لا؟ كيف كيف؟ أنت كنت عند الإعداد وجيت متأخر، قال ما راح تشارك معي في الأسئلة لين يعطيني الإعداد خبر إنك أنت كنت عندهم، وجلست في الفقرة وشفت إن اسمك ما جاء وتأخروا عليك وطلعت. لا، كلمته مرة ثانية وثالثة، كلمته مرتين. حلو، وبعدها؟ وقال الإعداد للحين ما أعطاني خبر. وش سويت أنت؟ عقب قمت وقلت له يا عزيز من المفترض إني إذا أنا متأخر انك تقول لي انسحب من الفقره، حق من حقوقي لاني اخطيت عليك. إيه محمد ناصر، لانه من فريق الاعداد يوجه المقدمين. طيب لاني اخطيت عليك وتاخرت على فقره. حلو، وسويت بعدين؟ قال لي الاعداد ما رد علي. طيب لا ما يصير، لازم انك انت تتكلم الاعداد وتقول لي يا انا ادخل. طيب. يا انا اطلع. طيب ابى اقول لك شيء وانسحب. انتم كم تاخذون مع عزيز اذا جاوبت على السؤال؟ كم تاخذ نقطه؟ 100 صح؟ ايه 100 نقطه بس. أيه. الواحد 100 نقطه، يعني انت اذا اجتهدت فقره عزيز تاخذ 100 نقطه بس. اي طيب حلو، تدري لو انك انت جلست تخسر 100 نقطة، بس بانسحابك انت بتخسر 400 نقطة تقريبا و 500 نقطة. لا، لأنه يعتبر هذا عدم حضور فقرة. لا، لأنك شوف ممكن خليك ذكي يا محمد بن ناصر. انا بقول لك ذكي، انت اذا انت متعود على التهميش وانهم يجلسونك في زاوية انا ماني متعود. ايش مشكلتك مع التهميش؟ لانك انت مهمش. التهميش من اخوياك؟ لانك انت مهمش. ايش تهميش من المقدمين؟ لانك انت مهمش يا عادل. لو اذا انت متعود لا عادي تاخذني الملعب اخر. ايش مشكلتك مع التهميش؟ لا انا مشكلتي اني انا ما ابغى التهميش. يا انك تدخلني في الفقرة رئيسي ولا تقول لي مع السلامة. هو يسحب خسر 1000، يسحب المايك من مهند ويتسبب خصم خفي على مهند، ومهند يترحل ابراهيم عادي. تركي اهم شيء محمد، زملاء بسلامتهم مقدمين بسلامتهم. اتمنى انك مره ثانيه تكون اذكى. اذكى وفقره عزيز توضح انك للاسف انت لست ذكي. اني ايش؟ انك غبي. خلي الشباب اللي يسمعوا البث الحين يقولون لك ايش الكلام. والله ما سمعتها والله. لا سالم حزاز، لا مو انت تقول، مو انت تقول انا مهمش. انت تسمع الكلام المهمش. انت تقول اقعد. اي اني صادق. انت تقول اقعد وانت يعطيك العافيه. يعطيك العافيه محمد ناصر. الله يعافيك، حياك الله. ان شاء الله احاول انك يعني تجذب الاضواء. يا ريت ناخذ تون دعاء للمتسابقين، لان في مطالبه للمتسابقين جميعا. ممكن راشد ناخذ وندعو على المتسابقين، مطالبه الجوال والاعتراف بالجوال، لان الموضوع لا زال عند الموضوع لا زال موجود عند الاعداد. في حال ترحل هذا الموضوع لابو سلطان هو اللي راح يبت في كل ما يخص موضوع الجوال. فمن هذا المنبر من بدون تحيز، لان نحن ودودين معكم ورحومين دائما وابدا، نقول اللي مع الجوال يسلمه، لان تم تصويره صوت وصوره، فيديو وصوره. فإذا معك الجوال لك الفرصة أنك أنت